عبو التحدي بينك وبين امجد والخسران يوزع اثنين رويال باس. لا لا يا ابو هو الخسران. قربت قربت هو الخسران يا زلم. افا عليك يا زلم انا هو الخسران. ايوه ولا اجت ماشي ولا اجت بسم الله ماشي. بدي شو اخذ ريفايف نطلي هون. ايوه بسم الله. يا الله يا الله يا رب يا الله يا رب 100000 يا جماعه الخير. ايوه شقع بقع يا رب يقع. ابو غازي شقعاتك ابو غازي وقع وقع. اخر واحدة اخر واحدة اخر واحدة يوي يوي يا رب وقع. هيو وقع 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 بالاخر وقع. يا رب يا رب يا رب. خاوة واذا مش خاوة ما بدنا اياها يا زلمة. دوري يلا يا رب يا رب يا للعز يا رب. روح تقول طالعين جوا بالله 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 يروح نشغله الشباب. ركز ركز اذا تعادل بنعيدها اذا تعادل بنعيدها. لا زبط لا زبط زبط جميل الاخيره. طيب اوكي شو المشكله شو المشكله زبط يا اخوان. غشاش عبد الله شو غشاش غشاش مين والناس نايمين جبتها. ايه سمعت قبل الاخير شباب جبتها ولا ما جبتها؟ انا على الاخيره ما المهم اجيبها. دير بالك فيها اثنين رويال باس القصه. انا عندي المصاري فيش يمر محيني. وهي الثانيه وهي الثانيه وهي الاخيره يا جدعان. لا مستحيل بص بص يا الاخيره انا بقول لكم صعبه مستحيل. بالله عليك بحياة امك بحياة امك بحياة امك. بقع بقع يا رب بقع. صلى على النبي صلى على النبي صلى. قلت لكم الاخيره صعبه يا جماعه الخير الاخيره صعبه. يلا معلم خلينا نفوت نوزع رويال الباس على السريع. طب طول بالك بكره بكره. لا مش بكره هسه زلمه بكره وعدنا المتابعين احنا. طيب بكره شو بدك؟ لا بكره يلا يلا تعال غدا غدا. لا 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 زلمه طول بالك يا زلمه. يلا يلا تعال نجيب اخر فيديو. وين نزلناه معلم؟ على الفيسبوك. لا شو رايك على اليوتيوب؟ على اليوتيوب. طيب يا شباب بدنا نختار اثنين من اخر اخر فيديو. انا لازم اختار. لا لا انا خسرت انا الفوزت. طب وانا خسرت انا بدي اوزع انا بدي اوزع. طيب طب اوكي هي اخر مقطع مقطع يا سيدي. ها مشان الشغله تكون عدل واحد انت ويلا فاهمين. انا اول واحد دبل اوم دبل نوك من الدراجه. دبل نوك من الدراجه ذكرته الجيم هذا البوب بوب. هاي صفحتنا الثانيه على اليوتيوب لا تنسوا تضيفونا عليها 600000 ما ضل شيء على المليون. والله ما ضل شيء. شوف حالنا شوي بنجيب مليون بسم الله. تعال نفوت هون نعمل ستوب معلم. ايش ننزل بالتعليقات حتى هون بدنا نبعلق. طيب. انا هون لا هون طب هون التعليقات مش واضحه يا اخوان. خلينا نروح الشاشه الثانيه الاكبر بسم الله. اي 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 هاي لا هي ما شاء الله الله يوفقكم. عبود انت وابوك ما شاء الله حلو. يوزر اسمه يوزر اسمه يوزر وحاط الاي دي تبعه. والله اعمل له كوبي ودي له كيبه خليه يشحله الان. وهي اول رابح معنا جاء الخير. هاي الان دوري الان يا اخوان اختار الربح الثاني معانا اليوم بسم الله. مين تعال 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 عبود اشحل الار بي. والله بعمري يوزر مشاحن امانه ايش خلي اوكي اسمه يوزر دبل زد 8 كيو. يا اخي اليوم امبارح ربحوا معنا احمد واحمد احمد واحمد اليوم يوزر ويوزر ما يعني غريب. هو مسمي حاله هو هذا من اليوتيوب نفسه بسمي يوزر المستعجل. والله لان مستعجل هذا زي اللي بكتب اسمه زي اللي بيفتح زي اللي بيفتح تاجر السايبر بص يا طج انسخ يلا انسخ يلا انسخ. طبعا يا جماعه الخير يا اخوان يلي بكتب لنا باركور حلو زيه تحدي بعطينا رقم. ايوه بعطينا رقم باركور مع تحدي بالضبط بربح معنا رويال باس زائد اثنين من التعليقات كمان بربحوا رويال باس. الخسران الخسران في التحدي يوزع هو اللي بيوزع راح اكون ايوه راح يضل يوزع لتفلسه يا اخوان. ما بتعرفوا شو ممكن يصير يا اخوان ممكن يجي يوم وافوز ممكن. على كل حال يا اخوان اكتبوا لنا شو في عندكم باركورات حلوه ولا تنسوا لايك وصاحب الباركور اللي راح نختاره راح يربح معنا رويال باس زائد اثنين من التعليقات قلوب لكم جميعا سلام عليكم.